من الناحية القانونية واجبات رئيس السن تقوم على نقطتين أساسيتين. الأولى هي تكون دعوته للنواب الفائزين في الانتخابات لأداء القسم وهذا ما أداه. تمام. والمسألة الأخرى يجب أن يذهب باتجاه ما يعرف بالدعوة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه. غير هذا ما إلى أي مسؤولية في هذا الإطار. لأن موضوع اختيار الكتلة الأكبر يكون حصراً من صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان المنتخب. ولذلك أقول أن السيد المشهداني في هذا الإطار خرق واجباته القانونية والدستورية، لأن موضوع إعلان الكتلة الأكبر يكون بعد انتخاب الرئيس الدائم في البرلمان العراقي. موضوع هو مرر أم لم يمرر، هذه مسألة، ثم يعود لكي يقول مرة أخرى أنا أحسست بالتعب، غادرت الجلسة ولم يعلن. خلينا نعود للفيديوهات، هل أعلن السيد المشهداني في هذا الإطار انتهاء الجلسة أم جعلها جلسة مفتوحة؟ يقول إنني ذهبت إلى المستشفى. من الناحية القانونية حينما يغيب رئيس السن لابد أن يكون له بديل. ذهبت الحكومة العراقية إلى أكثر من هذا حينما وضعت 3 أسماء في هذا الإطار. السيد المشهداني، ثم عقبته بالسيد الدراجي، ثم السيد عامر الفائز، كل اسمه استنادا إلى صحيفة السجل المدني، اسمه وتاريخ ولادته ومكان ولادته في هذا الإطار. لذلك أقول هذا الإرباك الذي حصل كان يراد منه محاولة تثبيت شيء حتى وإن كان خارج الإطار القانوني.